فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين علي عليه السلام مقطع من خطبة له رواها الشريف الرضي، والشريف الرضي لم يأتي بكامل الخطبة وإنما جاء بمقطع فقط من هذه الخطبة، باعتبار أن نهج البلاغة القصد منه في الأساس هو بيان المقاطع ذات الدلالة البلاغية في التعبير. أن عليا عليه السلام قال في صفة الله عز وجل: يعلم عجيج الوحوش في الفلوات. العجيج هو الصوت العالي المرتفع، والفلات يعني الأراضي المنعزلة المنقطعة عن الناس البعيدة. وبالتالي الله سبحانه وتعالى يعلم ويطلع ويعرف عجيج أنواع الوحوش، أنواع الكائنات التي تعيش في الأراضي المنعزلة البعيدة عن الناس. يعلم عجيج الوحوش في الفلوات ومعاصي العباد في الخلوات. الإنسان قد يعصي في الظاهر علنا، وقد يعصي في الأماكن التي تكون بعيدة عن العيون، سواء كانت المعصية صادرة من الإنسان بهذه الصورة أو تلك. الله عز وجل محيط بعظمته بعلمه، محيط بكل ذلك. ومعاصي العباد في الخلوات واختلاف النينان في البحار الغامرات. في القرآن الكريم نحن نقرأ: وذا النون، في قصة يونس عليه السلام. النون يعني الحوت، النينان في اللغة العربية جمع نون وهو الحوت، يعني الله سبحانه وتعالى يعلم اختلاف يعني الحركة والتردد، حركة هذه الحيتان في أعماق البحار واختلاف النينان في البحار الغامرات، في ظلمات البحار في أعماقها حيث لا يطلع البشر على ما يجري في هذه المناطق. الله عز وجل محيط بعلمه بكل هذه الحركة البعيدة عن عيون الناس. وتلاطم الماء بالرياح العاصفات، أينما كانت هناك بحار، محيطات، أنهار، وهناك ريح عاصفة تتلاطم من خلالها الأمواج، الله عز وجل يحصي كل ذلك ويعلم بكل ذلك. هذا التصوير لعظمة الله عز وجل بهذه الصورة، وهذه فقط مفردات مما يعلمه الله عز وجل ويحيط به، يقدمها الإمام علي عليه السلام بهذه الصورة ليؤكد على أن تذكر عظمة الله عز وجل من أسباب تحريك وتفعيل التقوى في النفس البشرية. إذا أردت أن تكون إنساناً متقياً فهناك عدة أساليب لتحقيق ذلك. واحدة من وسائل وأساليب أن تكون إنساناً متقياً أن تذكر نفسك بعظمة الله عز وجل، بعلم الله، بإحاطة الله بالأمور بهذه الصورة. قد يضعف الإنسان في لحظة، قد تكون حالة الإغراء قوية جدا، قد يكون الإنسان في لحظة غفلة. ما الذي يصحح مسلك الإنسان في هذه اللحظات من هذه الأمور؟ تذكر عظمة الله عز وجل، عظمته في هذه الإحاطة بهذا العلم الواسع الدقيق المحيط القريب من الإنسان. فإذا ذكر الإنسان نفسه بمثل هذا الأمر أو ذكره الآخرون بمثل هذا الأمر، حين ذاك لربما تتحرك التقوى عنده بالصورة التي يستطيع من خلالها أن يخرج من حالة الغفلة أو أن يقاوم ذلك الإغراء، وبالتالي يكون إنساناً متقياً غير عاص لله عز وجل.
لأن في لحظة الغفلة أو في لحظة الاستجابة للإغراءات الإنسان يكون معرضاً لغضب الله عز وجل، معرضاً لعقاب الله عز وجل. فإذا غير نيته قبل أن يقع في الخطيئة وتجاوز عنها، فإن الله عز وجل يغض الطرف عن تلك النية السيئة ويتجاوز عن تلك النية الصادرة من عبده. وهذا أسلوب مهم أن نتبعه في تربية أبنائنا. اليوم أكثر الوسائل والأدوات التي يتعامل معها أبناؤنا تنمي عظمة الذات، عظمة الأنا، وتنسي هذا الإنسان عظمة الله عز وجل. نعم، نحتاج أن ننمي الثقة في أبنائنا، ولكن إلى أي مستوى؟ إلى المستوى الذي يتحول فيه الشاب، تتحول فيه الفتاة إلى طاغوت، طاغوت حتى على الوالدين، حتى على كبار السن، حتى على العلماء، حتى على سائر الناس، حتى على المجتمع، تمرد على الكل بهذه الصورة، أم تنمية للثقة بصورة متوازنة لا تخلق من الإنسان طاغوتا على كل شيء حتى يتجرأ أحدهم على الله عز وجل. أن نربي أبناءنا على تذكر عظمة الله ولو من خلال الأمور الطبيعية. لاحظ الإمام علي عليه السلام يستعمل النماذج الطبيعية، مشاهد من الحياة، من الصحاري، من البحار وغير ذلك. والوسائل اليوم التي تبين عظمة هذا الخلق متوفرة عند الكل، وبإمكاننا أن نستفيد من ذلك في بيان عظمة الله عز وجل كي نؤصل التقوى في نفوسنا ونفوس أبنائنا. وأشهد أن محمداً نجيب الله. وسفير وحيه ورسول رحمته، أما بعد، فإني أوصيكم بتقوى الله الذي ابتدأ خلقكم وإليه معادكم وبه نجاح طالبتكم وإليه منتهى رغبتكم ونحوه قصد سبيلكم وإليه مرامي مفزعكم. كأن الإمام علي عليه السلام في هذه الكلمات يقدم لنا الوسيلة الثانية التي تفعل التقوى في النفس، وهي تذكر عظيم نعم الله عز وجل عليك. هناك تذكر عظمة الله في علمه وإحاطته بالأمور، هنا تذكر عظيم نعم الله عز وجل، بحيث أن الإنسان لو افتقد رحمة الله ورعاية الله ونعمة الله عليه في لحظة من لحظات حياته، فإن هذا الإنسان سيكون في العذاب المستمر، لأن الله عز وجل يقول: وما بكم من نعمة، سواء فيما يرتبط بالتنفس، بالنظر، بالتفكير، بالكلام، بالحركة، بالفعل، بتناول الطعام، بالراحة، بالصحة، بغير ذلك، كل هذا مما تعرفونه ومما تجهلونه، وما بكم من نعمة فمن الله. فلو رفع الله يده عن العبد كيف سيكون حال هذا الإنسان؟ نعم، تذكر هاتين الصفتين في الله عز وجل: عظيم إحاطته بالأمور وعظيم نعمته على عباده، من أسباب تحقيق التقوى عند الإنسان. فإن تقوى الله، يقول سلام الله عليه، فإن تقوى الله دواء داء قلوبكم وبصر عمى أفئدتكم وشفاء مرض أجسادكم وصلاح فساد صدوركم وطهور دنس أنفسكم وجلاء عشاء أبصاركم وأمن فزع جأشكم وضياء سواد ظلمتكم.
من أراد أن يجعل من هذه الحياة الدنيا سبيلا إلى الآخرة يحقق من خلال هذه الحياة سعادة الدارين، فإن عليه أن يتقي الله عز وجل من خلال تذكر عظمة علم الله وعظمة نعم الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بأمور ديننا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. بسم الله.